ب 12 و40 دقيقة. شوفوا هاي المواكب مال الأكل، تمام؟ وهذا جسر السنك، هذا جراج السنك. هذا كل اسمه طبيعي، والإعلام قاعد يهتج بالموضوع ويخوفون بالعالم. كل شيء ماكو، تعالوا وخلي العدد يزيد، لا حد يظل قاعد ببيته رجاء. ماكو اي عبور المنطقة الخضراء، كل كلام يقولك ما راح يعبر المنطقة الخضراء وهاي السوالف كذب. باعوا شو مسوين هنا الشباب؟ ايش خلوا؟ خلوا سيامة وخلوها من سايد واحد، وتفتيش كل واحد يدخل هنا، تمام؟ فالوضع عام كلش تحت سيطرة المتظاهرين. ما باقي الكلام، واللي قاعد يروجون الصفحات ويخوفون بالعالم كذب كذب.